السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كل تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي رسالة جديده. اول حاجه ناخذ ثانيه من وقتي وقتكم نصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله كيف ما تشوفوا باش نوريكم طريقه الرواني، هذه كيك الرواني او البسبوسه كيف ما تتسمى في البلدان العربيه، في تركيا تسمى الرواني، هذه بالخشخاش. الخشخاش هذا هو كيف ما نقولوا نحن، ما نعرفش كيما يعني كل البذور هذيك، كيما الشيا كيما السمسم كيما برشا حاجات. هذايا رواني سهله، في ساعه تتحضر، تشد شويه وقت صحيح في الفور، اما سهله، تصلح متاع ضيافات، حاجه جديده. تبعوني وان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا. كيف ما تشوفوا لهنا عندي هكا ثلاثة كعبات عظم باش نحط عليهم هكا كاس سكر، انا حطيته ناقص الكاس، تحبوا تحط كاس كامل حط، حطيته ناقص شويه باش نربطوهم هذوما مع بعضهم شوي. ديزولي سامحوني على الصوت، مريضه شويه. كيف ما تشوفوا هذوما توا ركضتهم شويه، نجي توا لهنا باش نصب هكا كاس حليب، الكل باش نكيلوهم بنفس الكاس. هذا كاس حليب، لهنا كاس زيت، تحب زيت نباتي ولا زيتونه حسب الاختيار بالطبيعه. الكاس هذا كيف ما قلت لكم كاس 200 مللتر. نصبوا لهنا هكا كاس سميد متوسط، كاس فارينه. كيف ما قلت لكم كلهم بنفس الكاس نكايل. هذايا حبة الخشخاش، هذايا كيف ما تشوفوا خشخاش معروف هذايا في تركيا برشا. هذايا نص كاس، يعني هذايا نص، يعني الكاس هذايا نصه بالضبط، يعني نص الكاس هذاك خشخاش. صبوا باش نعاود نركض توا الخليط كله مع بعضه. كيف ما تشوفوا بعد ما خلطتهم توا، نجي لهنا نصبها في الخميره، الفرن حطيته يسخن على 170 درجه، نصبوا باكو سكر فانيليا، باكو خميره وباكو سكر ونركضوه. ولا هنا ناخذ البيريكس نتاعي، نصب الخليط هذاك. كيف ما قلت لكم الفرن حطيته يسخن على 170 درجه، ماذا بيكم الفرن تسخنوه قبل باش الكيك نتاعكم ما ياخذش الشوك نتاع البروده يهبط لكم، ماذا بيكم تسخنوه من الاول. شفتوا هذايا الكيك نتاعي تو باش نحطوه في الفور، وبعد باش نوريه لكم كيفاش باش يخرج، ونتعدوا نحضروا له الشحور نتاعو. لهنا كيف ما تشوفوا بالنسبه للشحور، حطيت لهنا زوز كيسان بالكاس هذايا 200 مليلتر سكر، زوز كيسان باش نصب عليهم 3 كيسان ماء. هذوما 3 كيسان ماء باش نحركوا هذايا ونخليه يغلي على النار. كيف ما تشوفوا هذايا الشحور نتاعي تو حطيته على الغاز باش نحركوا بالكدا لين يذوب السكر. بعد ما يذوب السكر هذاك يوصل لمرحلة الغليان باش نقطروا فيه بترات خارص. كيف ما شفتوا هذايا الشحور نتاعي قاعد يغلي، باش نعصر فيه هكا عصر خارص تقريبا مغرفة. كيف ما شفتوا هذه توا باش نطفي عليه باش نخليه لين يبرد. ماذا بيكم ديما الشحور تخلوه لين يبرد، خاطر اذا باش تصبوه هو سخون والكيك سخون راهو الكيك يعجن لكم. ماذا بيكم حاجه منهم تبدا بارده، ماذا بيكم الشحور هو اللي يبدا بارد، خاطر باش تصبوا على الكيك راه يتعجن. كيف ما تشوفوا هذه الرواني نتاعي خرجتها توا من الفور، باش نحلوها هكا من فوق بالكرتون خاطر باش نصبوا عليها الشحور نتاعها.
ناخذوا هكا كيردون باش نقبوها هكا خاطر باش تصبوا عليها الشحور، لازمها تشرب الشحور نتاعها. ديجا كيف ما تشوفوا طايبه ما فيها شيء. خليها تبرد شويه. نجو في المرحله هذه عندي لهنا هكا باكو كريم شانتي 75 غرام، باش نصبو 75 غرام يعني ما يعادل نص كاس. الكاس اللي نكيل بيه هذاك نتاع 200 مليلتر يعني نص الكاس كريم شانتي. عليه هكا نص كاس حليب بارد، هذو باش نركضوهم مع بعضهم لين تطلع الكريم شانتي نتاعنا. شفتوا هذه الكريم شانتيه نتاعي طلعت، باش تعرف الكريم شانتيه نتاعك ناجحه باش نوريكم طريقه. تقلب الصحفه هكا ما تطيحلكش الكريم نتاعك، يعني الكريم نتاعك ناجحه. طب باش نخلي الكريمه هذه تزيد تبرد شويه خاطر بعد باش نغطوا بها الكيك هذايا. كيف ما شفتوا هذه الكيك نتاعي توا بردت شوي، نجي لهنا ناخذ الشحور هذاك بعد ما برد بالطبيعه باش نصبه في على الكيك هذايا. باش نصبو الكل ونخليها تشرب الشحور هذايا. كما شفتو نصبو بشوي بشوي نخليها تشرب في عقلها. تو في المرحلة هذه بعد ما شربت الشحور نتاعها الكيكة هذيكا، ناخذو تو الكريم شانتيه اللي حضرناها. ماذا بكم كل شيء يكون بارد باش الكريم شانتيه متعودش تذوب. كيف ما تشوفوا تو بعد ما حطينا الكريم شانتيه تو باش نقصوها. كيف ما شفتوا قصيتها توا. بالنسبه للتزيين كل واحد يعني اختياري، كل واحد شنو يحب يزين. انا باش نزين بالشوكولاته هذه الكعابر. كيف ما تشوفوا هذه توا الكيكه نتاعي حاضره، باش نرجعها للفريجيدير الوقت التقديم، وقت اللي تجي باش تقدم الكيك نتاعك خاطر فيها الكريم شانتيه تذوبلك. وقت اللي تجي باش تقدمها تخرجها من الفريجيدير. توا هذه باش نحطها في الفريجيدير الوقت التقديم. كيف ما تشوفوا هذه الرواني نتاعي بعد ما ارتاحت، قرب لكم اكثر تشوفوا فيها. خليتها مدة ساعة من زمان قبل السيرفيس لين الكريم شانتيه تشد روحها. هذه هي كانت الطريقة متاع رواني بالخشخاش. ان شاء الله الطريقة عجبتكم، ان شاء الله الفيديو استفدتوا منه. ما تنسوش باش تبارتاجوا الفيديوهات مع اصحابكم، ما تنسوش ابوني ولايك، وخلوا لي كومنتاراتكم اللي حاجتوا بروسيت بقدرة ربي نحاول نلبي له الطلب متاعو. ان شاء الله الطريقه عجبتكم، ان شاء الله الفيديو استفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديده، وفي امان الله.